تعملي ايه لو كنتي بنت عادية بس فجأة لقيتي نفسك بتشتغلي خدامة عند اكتر فرقة ايدول انتي بتكرهيها في حياتك، ومن حظك الحلو ان اوسم اتنين في الفرقة بيقعوا في حبك وبيتخانقوا عليكي، ومن ضمنهم ابننا القمر انو اللي انا عملت المسلسل ده عشان خاطره. فعشان خاطري بقى وخاطر انو وصلوا الفيديو ده ل10,000 لايك، وكمان انزلوا اشتركوا في القناة عشان نكمل ال200,000 مشترك، واكتبوا لي رايكم في التعليقات. ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا أونسونج اللي بتكون متدربة في شركة ايدول بقالها 7 سنين، ومن اهم صفات أونسونج ان هي عندها قدرة غريبة بتخليها تقدر تشوف المستقبل واللي هيحصل بعد كده. وفي مرة بتشوف ان فرقة سول المشهورة اللي بتكون من انهو وقارب وتي وجي كان عندهم حفلة وكانوا مكسرين الدنيا، بس للأسف واحد من الاعداد بيوقع بطارية بالغلط ناحية المسرح، لو كمان البنوتة اللي جنبه بتدوس على حاجة بالغلط فبتفتح فتحة في المسرح بالغلط، تيو بيتكعبل في البطارية اللي الراجل حدفها فبيزق واحد من اللي كانوا واقفين بالغلط وبيقع في الحفرة، ومحدش من الفرقة بيروح يساعد الراجل اللي وقع ده، وبيفضلوا يرقصوا لغاية اما الحفلة تخلص. وطبعا الجمهور مش بيعدي حاجة زي دي وبيبتدوا ينتقدوهم. وعشان المشكلة تكمل في فرقة اسمها جي لوف بتقول ان فرقة سول سرقة اغنية من اغانيهم وناسبها لنفسهم، وطبعا الجمهور ما بيصدق وبيبتدوا ينتقدوهم، خصوصا تيو لان هو اللي كان قايل ان هو اللي مألف الاغنية المسروقة. وطبعا بعد الفضيحة اللي حصلت دي الرئيس التنفيذي للشركة بيعلن استقالته وبيلغي كل البرامج اللي كانت مرتبطة بيه، وللأسف بيكون من ضمن البرامج اللي اتلغت برنامج أونسونج. ولما أونسونج بتعرف ان كل ده هيحصل في المستقبل وان البرنامج بتاعها هيتلغي، بتقرر وبتقول لنفسها انا لازم امنع ان كل ده يحصل وان البرنامج بتاعي يتلغي، فبتتنكر وبتروح لفرقة سول قبل الحفلة على طول، وبتفضل تكتب لهم ملاحظات وبتحذرهم ان هم يروحوا الحفلة، بس للأسف محدش فيهم بيسمع كلامها وبيسيبوها وبيمشوا. وللأسف كل اللي أونسونج شافته بيتحقق، وفرقة سول بتتفضل وبسببهم البرنامج اللي أونسونج كانت هتشارك فيه بيتلغى، فبتقعد في البيت من غير شغل. وبعد سنتين أونسونج بتروح تقابل كانج قائدة شركة ستار لايت للأيدولز، وكانج بتقول له أونسونج عشان خاطر بس انت اتدربتي عندنا 7 سنين وكنت المفروض تبقي أيدول، أنا هعينك مديرة فرقة أيدول يا ستي. وأون سونج بتفرح وده لأنها مش مصدقة إن هي هتبقى مديرة. وفي مرة بتروح المطار عشان تستقبل فنان جديد هينضم للشركة بتاعتها، والفنان ده بيكون اسمه هيون، وهيون اول ما بيشوف أونسونج بيقول لها هو انا ليه حاسس ان انا شفتك قبل كده، فأونسونج بتبتدي تتنطط عليه وبتقول له اكيد شفتني في برامج الايدول، انا بطلع في برامج كتير، فهو بيقول لها افتكرت انا مشفتكيش في حتة اصلا لان احنا اساسا ما عندناش قنوات كورية في منغوليا. وبنعرف ان هيوم من اصل كوري بس بقاله 13 سنة عايش في منغوليا. ولما أونسونج كانت راحة الشركة المدير بتاعها بيكلمها وبيقول لها ان هي بقت المديرة الجديدة لفرقة سول، وده لان المدير بتاعهم تعبان وبيطلب منها ان هي تروح تجيبهم. وطبعا أونسونج ما بتبقاش طايقة فرقة سول فبتقفل المكالمة وبتفضل تشتم فيهم، ولكنها بتمسك نفسها عشان هيوم ما يسمعهاش ويروح يفضحها. وبنروح لتيو قائد فرقة سول اللي الزمن جه عليه قوي يا عيني، لدرجة ان هو بيوعد واحدة من المعجبات بتوعه ولكنها بتفضل تهزقه عشان هو معهوش فلوس وكمان ما بيشتغلش، وبتقرر ان هي تنفصل عنه. وتيو بيفضل يترجاها ان هي تستنى معاه وان هو قريب قوي هيبقى مشهور ويعمل حفلات ومهرجانات، بس هي ما بتعبروش وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده أونسونج بتكون وصلت، فتيو بيركب معها العربية وبيكون زعلان قوي. وبنروح لأنو اللي بيكون ممثل ثانوي قد الدنيا، بس للأسف المخرجين بيهزقوه لأن هو ما بيتقمصش شخصية كويس، وعشان أنو خايف للمخرج يطرده بيتأسف له وبيضحك في وشه وبيقول له ما تزعلش مني. وأول لما أنو بيضحك الكاست كله بيفضل يقول للمخرج سامح أنو هو ما غلطش، الغلط كله من عندنا احنا. وطبعا هما بيكونوا خايفين على أنو لا يزعل أو نفسيته تتأثر. وبعد لما أنو بيخلص المشهد أونسونج بتعرفه إن هي المديرة الجديدة بتاعتهم، فأنو بيتبسط وبيفضل باصص عليها طول السكة ومركز معاها، وبيبان عليه إن هو معجب بيها، فهي بتتجاهله وبتعمل نفسها مش واخدة بالها. وبيكونوا في الوقت ده رايحين يجيبوا إيرب، وإيرب بيكون العضو التالت في الفرقة، وبعد ما الفرقة وقفت بيرجع المدرسة الثانوي تاني. ومن حظ إيرب الوحش ان الطالب الاول على الفصل بيبقى ايدول مشهور اكتر منه، فالولد ده بيقعد يغيظ إيرب من تحت لتحت، لا وكمان الفصل كله بيقعد يتنمر عليه.
ومحدش من الطلاب بيكون طايقه لدرجة ان هما بيرفضوا يكونوا معاه فريق مدرسي. وطبعا ايرب مش بيهتم باللي هما بيقولوه، بس لما بيلاقي عربية الفرقة قدام المدرسة بيعلي صوته عشان يغيظ زمايله وبيقول ايه ده يا شباب، هو احنا عندنا مهرجان وحفلة النهاردة؟ وبيبدأوا تدريب فعلا عشان عندهم مهرجان النهاردة، وبيكونوا مبسوطين اخيرا ان هما هيرجعوا يغنوا بعد ما وقفوا سنتين. بس للأسف فرحتهم ما بتكملش، لأن مدير أنسونج في الشركة بيكلمها وبيقول لها إن ده آخر مهرجان فرقة سول هتغني فيه. وأنسونج الذكية بتكون فاتحة التليفون، فالفرقة بتسمع الخبر ده وبتتصدم. فتيو بيكون مبسوط وبيفاجئهم وبيقول لهم اوعوا تكونوا اتصدمتوا، ده برنامج الكاميرا الخفية. فتيو بيقول لهم هم مفكرين نفسهم هيضحكوا عليا، بس أنا خدت بالي من الكاميرا اللي هم حاطينها في العربية. فأون هو بيأكد كلامه بيقوله أنا أساسا شاكك في أون سونج والولا هيون اللي معاها. وتيو بيتفق معاهم إن هم هيستغلوا البرنامج ويقولوا إن هم ما كانوش يعرفوا حاجة عن السرقة الفكرية للأغنية بتاعتهم ويحاولوا يبرقوا نفسهم. وبيبدأوا يدوروا على الكاميرا اللي موجودة في المكان، والشكوك كلها بتتأكد لما هيون بيدخل بالكاميرا وبيقولهم أنا عايز أصوركم. فأون هو بيستغل الفرصة وبيفضل يزعق لتيو وبيقوله انت ازاي تدينا اغنية مسروقة. فتيو بيقوله صدقني أون هو انا ما كنتش اعرف ان هي مسروقة. وبالغلط بيزقوا أون سونج وبيدوسوا على الفلاشة اللي عليها الاغنية اللي هم مفروض هيغنوها، فالفلاشة بتتكسر. فأون سونج بتتعصب وكانت لسه هتزعق لهم، بس هم بيقولوا لها احنا عارفين ان انتوا برنامج الكاميرا الخفية. فأون سونج بتتعصب وبتقول لهم مفيش كاميرا خفية، انتوا جايين هنا عشان تغنوا في مهرجان. وطبعا كلهم بيزعلوا لان هما كده اتأكدوا ان دي اخر مرة هيغنوا فيها. وأون سونج بتصدمهم اكتر لما بتعرفهم ان هما كسروا الفلاشة اللي عليها الاغنية بتاعتهم بالغلط. وبعد لما الفرقة بتجهز نفسها للغنى بيقرروا ان هما هيعلنوا للجمهور ان هما هينفصلوا وهيودعوهم. وهيون بيقدر يحل مشكلة الموسيقى لما بيتفق مع واحد من فرقة تانية يعزف معاه، وده لأن هيون بيعرف يعزف. وبتنجح فرقة سول وبتقدر ان هي تغني. وكانجي بتيجي تحضر المهرجان، فأون سونج بتفضل تتحايل عليها ان هي ما تمشيش فرقة سول. فكانجي بتقول لها ان الفرقة مش هتمشي ولا هينفصلوا اساسا. وطبعا الكلام ده بيصدم أون سونج. وفي الوقت ده تيو والفرقة بيكونوا زعلانين وبيعلنوا ان هم هينفصلوا ومش هيرجعوا يغنوا تاني. وطبعا خبر انفصال الفرقه بيطلع ترند، فكانج والمساعدين بتوعها بيقرروا ان هم هيدوا سول فرصه تانية. فبيكلموا الفرقه وبيقولوا لهم ان هم هيشاركوا في التقييم الشهري للايدولز. فأون هو بيقول لها طبعا احنا هنبقى حكام ما تقلقيش مش هنعمل مشاكل خالص. ولكنها بتصدمهم لما بتقول لهم ان هم هيتدربوا على اغنيه ويشاركوا في التقييم الشهري كانهم لسه متدربين. وطبعا الكلام ده بيزعلهم جدا، وده لانهم بيبقوا خايفين على سمعتهم. ولما بيروحوا يتدربوا الايدولز التانيين بيكونوا شمتانين فيهم لان هما دلوقتي بقوا متدربين زي بعض. وعشان يبطلوا شماته تي بيقول لهم احنا اللي اقترحنا على الشركه اننا نشارك معاكوا عشان خاطر نشجعكوا. وبياخد بقيه الفرقه وبيطلعوا يتدربوا في مكان تاني قبل ما يتفضح اكتر من كده. وعلى جانب اخر كانجي بتعجب بالاغاني اللي هيوم مسجلها، وكانجي بتقول له احنا موافقين ان انت تشتغل معانا وكمان هنضمك في فرقه ايدولز. وهيون بيبقى متحمس وبيقول لهم اكيد طبعا هتسيبوني اختار الفريق بتاعي. ولكنهم بيصدموه لما بيقولوا له ان هو خلاص اتدبس وهيبقى مع فرقه سول. وون سونج بتبقى متعصبه قوي، خصوصا ان هيون كان هيعترض على قرارات الشركه، فبتقرب منه وبتقوم دايسه على رجليه. وون سونج بتفضل تهزه وبتقول له بقى انت على اخر الزمن هترفض عرض الشركه. وبتبتدي تشرح له وبتقول له يا بختك ان انت هتبقى ايدول وان دي حاجه حلوه قوي. وبتاخده توري له الايدولز وهم بيتدربوا وبتقول له شايف بيرقصوا حلو ازاي، شايف عضلاتهم جميله ازاي، بص لجسمك الاول وبقى تعالى اتكلم. وهيون بيحس بالاحراج قوي، خصوصا لما بيبص وما بيلاقيش عنده عضلات زيهم. وون سونج بتكمل تهزيق فيه وبتقوله ان هو اكيد مش بيعرف يتكلم لغات وان هو واحد فاشل. وعشان تغيظه اكتر بتفضل تقوله كلام بالماليزي، ولكنها هي اللي بتتصدم وبتتغاظ لما هو بيقولها نفس الكلام اللي هي قالته. وهيون بيحرجها لما بيقولها ان هو بيتكلم صيني وياباني وماليزي وفيتنامي. وبالرغم ان وون سونج بتفضل تهزق فيه الا ان هو بيبقى حنين، فبيشدها قبل ما الراجل يخبط فيها. وبياخدها معاه الاستوديو وبيعمل لها اكل وبيهتم بيها.
وفي الوقت ده كانج بتقول لفرقة سول ان هيون هيبقى معاهم في الفرقة، فهم بيعترضوا بس هي بتهددهم فبيضطروا يوافقوا في الاخر. وتيو ما بيكونش طايق هيون، ولما بيروح الاستوديو بيفضل يزعقله ان هو بيستخدم الادوات بتاعتهم. وتيو كان لسه هيهزق اونسونج بس من حظها الحلو بيجيلها تليفون شغل فبتمشي، وبيبدأوا تدريب على الأغنية بتاعتهم. وتيو بيفضل يزعق لهيون لأن هو بيعزف وهما بيتدربوا، بس أونو بيسكت تيو، وده لأن اللحن اللي هيون بيعزفه لايق على الأغنية بتاعتهم فبيكملوا تدريب. ونروح لأون سونج اللي بتكون قاعدة مع صاحبتها بيني في نفس الشقة، وبتكون بيني أيدول مشهورة. وبنعرف ان هون سونج لحد دلوقتي ما عندهاش حبيب، وده لان كل الرجاله بيقربوا منها عشان خاطر صاحبتها بيني. وعلى جانب اخر هيون لما بيوصل بيت فرقه سول بيلاقي مزبله وكل حاجه فيه منتنه، ولكن لما الفرقه بتوصل بالليل بتلاقي البيت متنظم وكل حاجه فيه مترتبه، وبيكونوش عارفين مين اللي مرتبها، بس لما بيشوفوا هيون بيعرفوا ان هو. وتيو بيدخل الجايزة اللي هيون طلعها في العلبة تاني، وده لان الجايزة دي عزيزة على قلبه ومن ساعة ما خدوها وهي ما بتطلعش من العلبة. وتيو بيفضل يزعق لهيون بس اونو بيهديه وبيقوله ان هيون هيقعد معاه في الأوضة، ويرب بيعترض بيقوله الكلام ده مش هيحصل، هيون هيقعد معانا في الأوضة. وتاني يوم تيو بيفضل يتخانق مع هيون وهم رايحين الشركة، ومن حظهم الوحش ان العربية بتاعتهم كانت هتخبط في عربية تانية، فتيو ما بيسكتش على الموضوع ده وبينزل يزعق. ولكن تيو بيتصدم لما بيعرف ان العربية اللي هو بيزعق لها دي عربية الايدول المشهور الجي، اللي بيطلع يزعق لتيو بيقوله ان هو اللي غلطان. وعشان المشكلة تكمل هيون بيقول الجي انت عندك حق وعربيتنا احنا اللي غلطانة واحنا مفروض نمشي. وطبعا بعد اللي هيون قاله بيتحرجوا وبيضطروا يمشوا، وتيو مش بيعدي اللي حصل وبيفضل يزعق لهيون وبيقوله انت كنت المفروض تكذب وتقول ان عربيتنا مغلطتش، بس هيون بيقوله انا عمري ما كذبت في حياتي. وطبعا الكلام ده بيعصب تيو والخلاف بيزيد ما بينهم اكتر. وفي الوقت ده اونو بيبقى عنده مشهد تمثيل، واول لما بيبص للممثلة وبيضحك بتنسى الكلام اللي هي مفروض تقوله وما بتفتكرش منه حاجة، وده طبعا بيضايق المخرج جدا اللي بيجي كالعادة وبيزعق لأنو. وعشان الممثلة خايفة على زعل أنو بتقول للمخرج ان هي اللي غلطانة، وبقيت الكاست بيجي وبيحاولوا يهدوا أنو عشان خاطر ما يزعلش. وبعد لما بيخلص المشهد بيلاقي أون سونج جاية تاخده وبيبقى لطيف معاها جدا، وأنو بيقول لها انا حاسس ان انا وانتي عيلة واحدة وان انا دلوقتي بقيت اب. فأون سونج بتقول في عقل بالها يعني انا دلوقتي ام، وبيكون أونو الخبيث عامل كل ده عشان يقولها ان هما ممكن يرتبطوا لو هي عايزة، بس هي ما بتفهمش قصده والموضوع بيبوظ. ولما كانوا بيتدربوا بيدخل الجي وبيعرفهم ان ده ميعاده وان هو جاي يسجل هنا، فتيو بيتعصب وبيقوله احنا جينا قبلك واحنا اللي هنتدرب في الاستوديو ده. وبتحصل مشكلة ما بينهم، فالمدير بيفضل يهزق أون سونج لان هي اتلخبطت في المواعيد والميعاد ده مفروض يبقى بتاع الجي، وبيطلب منها ان هي تروح فورا وتطلع فرقة سول من الاستوديو. وعشان الجي عارف ان هيوم مؤلف شاطر بيقوله عشان خاطرك انا هسيب لك الاستوديو تتدرب فيه، ويا ريت انا وانت نبقى نشتغل على اغنية سوا. فهيوم بيحرجه بيقوله انا مش هتدرب لوحدي، انا هتدرب مع فرقتي. وعشان يغزوا الجي بيبدأوا يقربوا من هيون عشان يعرفوا ان هما فرقة واحدة، بس اون سونج بتيجي وبتفضل تشد هيون عشان يمشي قبل ما يعمل لها مشكلة، وللأسف بتقع بالغلط على ال جي وبتوقع عليه القهوة، وال جي بيتصرف عادي ولا كأن حاجة حصلت، بس لما بيلاقيها وسخت الشرابة ب1300 دولار بيفضل يهزقها ويشتمها. وتيو بيبقى فرحان من اللي هيون عمله النهاردة فبيعزمه على عشاء وبيقرر ان هو هيصالحه، وبيبدأوا هما الاربعة يتدربوا على الاغنية مع بعض. ولما أون سونج كانت نايمة بتشوف ان جايزة افضل اغنية هتروح لإل جاي على اغنيته الجديدة، ولما بتصحى بتتصدم لما بتلاقيه في وشها، فهو بيفضل يهزقها لان هي مستغطية بالبطانية بتاعته، فبيشتمها وبياخد البطانية وبيرميها في الزبالة. وطبعا أون سونج بتبقى متعصبة منه وبتفضل تشتمه، وكعقاب لأون سونج عشان استغطت بالبطانية بيخليها تروح تجيب لهم أكل، لا وكمان بيشتمها وبيهزها وبيفضل مقعدها جنبهم عشان تنظف مكانهم. ومن حظ أون سونج الحلو لما كانت قاعدة بتسمع الأغنية اللي إل جي مفروض هيكسب عليها جايزة أفضل أغنية، بس الأغنية دي ما بتكونش عاجبة إل جي اللي بيفضل يهزق المؤلف كيفن على الأغنية دي وما بيرضاش ياخدها. وعشان أون سونج عارفة ان الاغنية دي هتحقق نجاح مبهر بتستغل ان المؤلف كيفن كتفه وجعه
فبتقترح عليه ان هي تعالج له كتفه، وفي المقابل يديها الاغنيه اللي ال جي رفضها. وكيفن بيفكرها هتاخد الاغنيه دي ليها وتتدرب عليها عشان تبقى ايدول، فبيوافق ان هو يديها لها، وبتنجح اون سونج فعلا ان هي تعالج له كتفه. فبتاخد الاغنيه وبتديها للفرقه، ولكن للاسف كلهم بيرفضوا ان هما يغنوها ما عدا اونو اللي بيقول لها ان هو موافق ان هو يغني الاغنيه دي. فأون سونج بتشكر أونو اللي هو قاله، وبتقول لهم الأغنية دي على مسؤوليتي وهتكسر الدنيا. وبيفضل أونو يقنع تيو إن الأغنية دي هتنجح، وبيقرروا في الآخر إن هما هيغنوها، خصوصا لما هيون بيوافق عليها. وبيبدأوا يرقصوا على الأغنية، بس للأسف هيون ما بيكونش عارف يرقص، فتيو ما بيعديش الموضوع وبيفضل يدربه لغاية ما بيتعب. وهيون بيفضل سهران طول الليل عشان يتدرب على الأغنية، وأون سونج بتشوفه فبتيجي وبتقرر ان هي هتساعده في الرقصة. واول لما أونو بيشوفها واقفة جنبه بيغير، وبيروح يقول لهيون انا اللي هساعدك في الرقصة. وبيبدأ أونو يدربه، وبيكون عامل كل ده عشان هيون ما يقربش من أون سونج. وبيجي يوم التقييم وبيقدموا الرقصة، ولكن للأسف كانج بتزعق لهم على الرقصة اللي هما رقصوها. وكيفن بيزعق لأون سونج لان هي خدت الاغنية بتاعته وراحت اديتها للفرقة. فأون سونج بتقول لهم ان الغلط كله غلطها هي، وان هي تتحمل المسؤولية كلها. وعشان أون سونج مديرة مؤقتة، أون وو بيقول لكانج ان هو والفرقة المسؤولين عن الاغنية دي، وده طبعا عشان أون سونج ما تتطردش. فكانج بتزعق لهم وبتطلب منهم ان هم يسيبوا الشركة عشان هي مش هتتعاون معهم تاني. وطبعا الفرقة كلها بتزعل، وده لانهم مش هيغنوا تاني خالص. وكيفن بيعاقب أون سونج عشان خدت الاغنية وديتها لفرقتها، وبيخليها تروح تشتري له اكل. وأون سونج بالغلط بتعتصله في الأكل الغالي اللي هي راحت اشترته له وبتبوظه، فبتلبس الكمامة وبتقوله معلش يا كيفن أصلا عندي برد، بس هو بيقولها مش اطلعي برا. وبتفهم أون سونج إن هي مش هتنفع تغير القدر، خصوصا بعد ما عرفته. ولما كانت ماشية بتشوف إيرب اللي بيتخض أول ما بيشوفها، وبيقولها انت بتفكريني بالعيلة الفقر اللي فولت في وشنا ان احنا هنخسر. وأون سونج بتفتكر اللي هي عملته معاهم، وبتعرف ان هي العيلة الفقر اللي هم قصدهم عليها. وبعد شوية بتروح تزور جدتها اللي بتكون محجوزة في دار رعاية للمسنين. ولما بترجع الشركة، مديرها بيعرفها ان الفرقة خلاص هتتفكك، خصوصا ان تيو هيروح الجيش. فأون سونج بتفضل تتحايل على تيو ان هو يستنى، بس هو بيقولها ده قرار النهائي وبيجهز شنطته عشان يمشي. وأون وهو كمان بيجهز نفسه عشان الشركة خلاص هتاخد البيت. وأون وهو ما بيستسلمش، وبيحاول يلمح لأون سونج ان هو معجب بيها، وبيقولها انا كان نفسي اقعد اكتر من كده في الفرقة عشان انت تبقي المديرة بتاعتنا. فأون سونج بتشجعه وبتقوله ما تقلقش يا أون وو، انت هتبقى ممثل شاطر. فأون وو بيقول لها للأسف مش هلحق ابقى ممثل مشهور، لان المخرجين بيموتوني في الدراما بتاعتهم. وقبل ما يمشي بيدي لأون سونج ورقة، ولما بتفتحها بتكتشف ان دي فاتورة. فأون وو بيقول لها انت عارفة ان احنا معناش فلوس، فلو ينفع يعني تحاسبنا على الحاجات دي. فأون سونج بتقوله طبعا يا فنان، وبتسلم عليه وبتمشي. ولما هيون كان بيجهز نفسه عشان يمشي، هو كمان بيشوف الاغاني اللي فرقة سول كانت مسجلاها، ومن ضمنهم الاغنية الرئيسية بتاعتهم. بيفتكر ان هون سونج كانت قايلاله ان الاغنية دي اتمسحت لان في فرقة تانية اتهمتهم بسرقتها. وهيون بيقرر ان هو هيسمع الاغنية، واول لما بيسمعها بيتصدم. وبنرجع بالزمن كام سنة لورا، لما هيون كان في منغوليا، وبنعرف ان هيون هو اللي مألف الاغنية دي، وان في واحد من فرقة جي لوف اعجب بيها وطلب من هيون ان هو يديها له، وهيون وافق، وفي المقابل ادى هيون عود يعزف عليه. فهيون بيجمع الفرقة وبيغني الاغنية دي، وده طبعا عشان يفاجئوا المديرة كانج، ولكنها بتزعق لهم وبتقول لهم مش عيب عليكم تغنوا اغنية مسروقة. بس هون هو بيقول لها الاغنية مش مسروقة، وكاتب الاغنية الاصلي هو اللي اداها لنا. وهيون بيقول لكانج ان هو المؤلف الاصلي للاغنية، وكيفن بيأكد كلامه، وده لان هو كان شايف ان فرقة جي لوف قايلة ان الاغنية دي بتاعت هيون. فكانج بتقتنع اخيرا ببراءة سول وان هما مسرقوش الاغنية، وكانوا كلهم مستنيين ان هي هتقول ان هما هيرجعوا الشركة تاني، بس للأسف هي بتقول لهم مش هترجعوا. وانا بصراحة ما قدرتش امسك نفسي في اللحظة دي، وكان نفسي اخش اجيب كانج من شعرها على اللي هي بتعمله في الفرقة. وعلى جانب اخر، ال جي بيعمل مؤتمر صحفي عشان اغنيته الجديدة اللي نازلة، وكوانج اخيرا بتستغل المؤتمر الصحفي ده وبتعلن ان فرقة سول هتنضم للشركة رسمي. وطبعا كلهم بيبقوا مبسوطين، وانو بيتكلم وبيشكر الفرقة،
ولما بيجي الدور على هيون بيقول للصحافة ان هو حاسس ان في رابط قوي بيربطه مع الفرقة دي حتى قبل ما يقابلهم. وطبعا خبر رجوع الفرقة بيبقى ترند وبيجي لهم اعلانات كتير. وون سونج بتروح تقابل يونج مخرج الاعلانات بتاعت الفرقة. بيكون يونج ده للأسف راجل قذر وبيتحرش بالموظفات بتوعه. واول لما بيشوف اون سونج بيفضل ماسك في ايديها وبيكون عارفها، وده لان اون سونج كانت قاعدة في مرة بتتدرب مع فريقها وفي صرصار بيدخل فاون سونج بتموته عادي. وفي الوقت ده هو بيكون هناك بيصور فبيصورها وبيعمل معها لقاء بعد ما موتت الصرصار. بس للأسف الناس كلها بتبتدي تهاجمها فاون سونج بتبقى شايلة في قلبها وساكتة. ومن حظها الحلو ان يانج مساعد يونج بيجي ياخده بيقول ان هم عندهم شغل عشان يبعدوا عنها. ولما فرقة سول بتيجي يونج بيشرح لهم الاعلان، بس اون سونج بتعترض وبتقول ان هم مش هينفع يعملوا الكلام اللي هو بيقوله. فيونج بيزعلها وبيقول لها مفروض يشكروني اساسا ان انا بطلعهم في اعلانات. فتيو بيقوم وبيقول له احنا موافقين يا يونج ان احنا نعمل الاعلان ده. ولما اون سونج بترجع الشركة كانج بتديها هدية. ولما اون سونج بتفتح الهدية بتعرف ان هو كتاب عشان يحسن مهاراتها كمديرة. وفي اللحظة دي هيون بيجي وبيفضل قاعد جنبها وهي بتتعشى، وكان لسه هياكل بس هي بتشد منه المعلقة وبتاخد الطبق وبتقوله ان هو عنده تصوير بعد 3 ايام وما ينفعش ياكل. وفي الوقت ده المخرج يونج بيكلم اون سونج وبيطلب منها ان هي تيجي تقابله في حانة كاريوكي دلوقتي. فهيون بيعرض عليها ان هو يجي معاها خصوصا ان الوقت متأخر، بس اون سونج بتزعله وبتقوله ان هي المديرة بتاعته وما ينفعش يعملها كده. وطبعا لما اون سونج بتوصل يونج بيفضل يتحرش بيها، وبعد شوية بيمسك موظفة من الموظفين بتوعه وبيتحرش بيها هي كمان. وون سونج بتحاول تمنعه ان هو يتحرش بيها، بس للأسف هو بيزقها فبتتخبط. وفي الوقت ده وون سونج بتشوف المستقبل وبتعرف ان في مخرج هيتم اتهامه بالتحرش، والمخرج ده عنده علامة على رقبته. فهي بتبص على يونج وبتلاقي عنده العلامة فبتعرف ان هو ده المتحرش وبتمسكه تزعقله. وتاني يوم بتتصدم اون سونج لما بتعرف ان الموظفة اللي يونج كان بيتحرش بيها مش هتعترف بالكلام ده عشان هي جبانة وخايفة لو هو يرفدها من الشغل. وون سونج بتتصدم لان هي كده عملت كارثة مع يونج وان هو مش هيتفضح ولا حاجة. وعشان المشكلة تكمل اكتر مديرها في الشركة بيكلمها وبيعرفها ان يونج مش هيشتغل مع الشركة كلها بسببها هي، وبيفضل يهزقها ويزعق لها على اللي هي عملته معاه امبارح. فهي بتبقى خايفة وهي راح الشركة، بس بتتفاجئ لما بتلاقيهم كلهم بيشكروها. ولما بتقرأ الأخبار بتعرف ان يونج اتفضح فعلا وان تم اتهامه بالتحرش. وبتكون جونج هي اللي عملت كل ده لما شافت يونج بيتحرش بزميلتها فقررت ان هي تفضحه. وبعد ما يونج بيمشي بيمسك يانج مكانه وبيقرر ان هو هيكافئ اون سونج. وكمكافأة ليها بيقول لها ان هو موافق ان فرقة سول تطلع في البرنامج اللي هو بيعمله. وطبعا تيو ما بيبقاش مصدق ان هو اخيرا هيطلع في برنامج محترم، وونو بيفضل يشكر اون سونج على اللي هي عملته. بس هيون بيعترض وبيقول لهم انا مش بعرف امثل زيكم فما تعملوش حسابي في البرنامج ده. فاون سونج بتطلع وراه عشان تقنعه، بس هو بيزعق لها لان هو قال لها هيروح معاها يوم ما يانج اتحرش بيها. فهو بيقول لها انا هطلب من المديرة تغير لك مواعيد شغلك، بس هي بتتعصب وبتقول له انت مش حبيبي عشان تقول لي الكلام ده، وبتسيبه وبتمشي. ولكنها بعد ثانية بترجع له تاني عشان تقنعه بالبرنامج، وبتفضل تتحايل عليه ان هو يشارك معاهم. وهيون بيقتنع بكلامها فبيوافق في الاخر. ولما بتقول لي يانج ان هما جاهزين بيفاجئها وبيقول لها ان هي كمان هتشارك معاهم في البرنامج. وطبعا اون سونج بتبقى طايره من الفرحه، وده لانها هتشوف هانا الايدول المشهوره اللي هي معجبه بيها وهتشارك معاهم في البرنامج ده. ولما اون سونج بتروح تجيب اونو عشان يشارك معاهم في البرنامج، المخرج بيعرفها ان هو مش هينفع يموته في الحلقه دي، وده لان الممثلين الكبار معجبين بيه وبيفضلوا ياكلوه ويشربوه عشان ما يموتش. بس المخرج بيطمنها وبيقول لها ان الكاتب شغال على موضوع موته واكيد هيحاولوا يموتوه قريب. واحب اقول لكم ان انا عدت المشهد ده 15 مره، وده لاني كل ما اقول ان اونو هيموت الريكورد بيعلق فبرجع اسجله من الاول تاني. واضح كده ان الملخص ذات نفسه مش راضي ان اونو يموت. وبعد ما اونو بيخلص بتفضل اون سونج تهتم بيه وبتفضل واقفه جنبه طول اليوم. وبيبدا البرنامج اللي بيكون مجمع اكتر من فرقه كي بوب، وبيمثلوا ان هم لسه في ايام ثانوي وبيسترجعوا الذكريات تاني. وطبعا المذيعه بترحب بفرقه سول خصوصا ان هي بقالها سنتين ما ظهرتش.
وبتبتدي كل فرقة تقدم استعراض، ولما بيجي الدور على فرقة سول بيطلعوا قرب، وبعديه على طول بيطلع الجاي، وبنعرف ان هو كمان مشارك معهم في البرنامج. وبعد شوية بتظهر الايدول المشهورة هانا وبتفضل ترقص، وبتكون دي الايدول اللي اون سونج معجبة بيها، وهنا بتسأل على اون سونج لانها كانت بتسقف لها جامد، فهيون بيقول لها دي من اشد المعجبين بيكي، وهنا بتقول له هتلاقيك انت كمان معجب بيا، بس هو بيقول انا معرفكيش ورا عمري اساسا سمعت عنك. وطبعا الكلام ده بيحرج هنا جدا وبيخلي شكلها وحش. وبعد شوية بنلاحظ ان تيو مركز مع الايدول هايلي اللي بتكون عاملة فريق مع الجي، وبيتضايق كل ما تقرب منه. وبعد لما بيخلصوا تصوير بنعرف ان هايلي وتيو كانوا بيتواعدوا من زمان، بس هما دلوقتي منفصلين، وهايلي بتجيبوا العربية بتاعتها وبتفضل تزعقله لان هو بيتغاظ لما بيشوفها مع الجي، وكانت لسه هتبوسه بس هي بتضحك عليه وبتقول له مش اطلع برا انا اساسا مش طايقاك. وإيرب ما بيصدق ان هو طلع في برنامج، فبياخد الفيديو وبيفضل يغيظ صحابه اللي كانوا بيتنمروا عليه، وبيبان عليه ان هو معجب بزميلته رئيسة الفصل. وعلى جانب اخر لما البرنامج بيخلص اونو بيفضل يهتم بأون سونج، وبيقول لها انا مبسوط قوي بالبرنامج ده لان هو بيحسسني ان انا وانت طلعنا رحلة مع بعض. وبنرجع بالزمن ل 2013 لما اون سونج كانت طالبة في ثانوي، وبنعرف ان هي كانت عيلة دحيحة ومن كتر الدح بتسيب الكراسة وتنام، فأونو بياخدها منها وبيحط لها ايديه عشان تنام عليها بدل ما تتخبط في الازاز، وبيفضل سندها طول السكة لغاية ما بتوصل، وقبل ما تنزل بيحط لها الكراسة من غير ما تاخد بالها، وبتكون دي اول مرة هو شافها فيها، ومن ساعتها وهو معجب بيها. وبيحاول أونو برضو يلمح لها ان هو معجب بيها، وبيقول لها انا نفسي انا وانتي نغني اغنية عن الحب سوا، وكان لسه هيعترف لها بس للأسف المخرج بيجي، فبيضطر ان هو يمشي عشان عنده تصوير. والمخرج بيعرف اون سونج ان هيون وهانا هيألفوا اغنية رومانسية سوا، وهانا بتسأل هيون هو انت حبيت قبل كده، فهو بيقول لها ان هو بيحب بول، فهانا بتستغرب لان بول ده اسم راجل، بس هو بيقول لها ان بول اسم القط بتاعه، وبيعرفها ان عمره ما وعد في حياته قبل كده. وطبعا هانا بتتصدم ان هي هتكتب اغنية رومانسية مع واحد محبش قبل كده. وطبعا بعد اللي هيون عمله اون سونج بتروح وبتقول له انت ازاي محبتش قبل كده، وبتبتدي تحكي له عن المشاعر اللي هو مفروض يحس بيها لما يشوف البنت اللي هو بيحبها. فهيون بيقول لها انا بحس بالمشاعر دي وانا معاكي، فمعنى ذلك ان انا معجب بيكي. فأون سونج بترفض ان هي ترتبط بيه، وما بتكونش مصدقة ان هو معجب بيها، وبتبدأ تتجنبه كل ما تشوفه تعامله وحش، وده طبعا بيزعل هيون جدا اللي بيحس ان هي كده بتجرح كرامته، فبيسيبها وبيمشي. وفي مرة بتلاقيه جايب ورد، فبتفكره ليها وبتفضل تقوله ايه ده انت عرفت ازاي ان انا بحب نوع الورد ده، وبتقرر ان هي تاخدها منه عشان ما يزعلش، وبتعرفه ان هي طول الفترة اللي فاتت كانت بتعامله كويس عشان هي المديرة بتاعتهم مش اكتر. ولما بتاخد الورد هيون بيحرجها وبيعرفها ان هو جايبه لمدربة الرقص مش ليها، وأون سونج بتتحرج وشكلها بيبقى وحش. وبعد شوية أون سونج بتروح مع أون هو اللي مفروض يعني دلوقتي بيمثل ان هو بيموت في الدراما بتاعته، وأون سونج بتبقى واقفة طول المشهد تفكر ازاي واحد زي هيون معجب بيها. واول لما أون هو بيخلص تمثيل المدير بتاع أون سونج بيكلمها وبيطلب منها ان هي تعلم هيون شوية رومانسية، وده لانه مش عارف يتعامل مع هنا خالص، وفي احتمال يبوظ التعاون اللي ما بينهم على الاغنية الرومانسية. فأون سونج بتبدأ تعلم هيون وبتحكي له ازاي يعامل البنات كويس ويبقى رومانسي معاهم، وطبعا هيون بيتضايق جدا لان هي مش معبرة وبتتجاهل مشاعره وعمالة تكلمه عن هانا، وعشان يغيظها بيقول لها ماشي انا هعملها برومانسية. بس للأسف تاني يوم هيون مش بيعرف يعمل حاجة مع هانا، وده لانه بيفضل ياكل طول التصوير، وطبعا هانا بتبقى مستغربة ازاي هو بارد كده وعمال ياكل من غير حتى ما يعزم عليها بحتة كمباب. وهيون بيقرر ان هو هيأكلها عشان ما تزعلش، فبيجيب اكبر حتة كمباب وبيقوم مأكلها في بقها، وللأسف هانا مش بتعرف تاكلها وبتقف في زورها وكانت هتموتها. وطبعا بعد اللي هو عمله التصوير بيتلغى، وبيحس بالذنب فبيروح يتأسف لها، وبيتمشوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض، وبيبان عليهم ان هما منسجمين قوي وطالعين زي الكابل المثالي. فالمخرج بيستغل الوضع ده وبيصورهم من غير ما ياخدوا بالهم عشان يبين قد ايه هما منسجمين مع بعض. وطبعا ملامح الغيرة بتبدأ تظهر على أون سونج، خصوصا لما بتشوفهم هما الاتنين منسجمين،
وبتفضل واقفة بصالهم طول التصوير عشان تعرف هم هيعملوا ايه، بس للأسف واحد بيتكعبل وبيزقها بالغلط. وفي اللحظة دي بتشوف المستقبل وبتعرف ان هانا هتبوس هيون وان هيبقى في حد مستخبي وبيصورهم. والغيرة بتبدأ تزيد عند أونسونج أكتر، خصوصا لما الفيديو ده بينزل والناس كلها بتفضل تقول عليهم إن هم قابل مثالي ولايقين على بعض موت. وأوني بتقول للمدير وأونسونج إن شكل كده في حاجة ما بين هانا وهيون. وبعد ما الفيديو ده بينزل هيون بيتشهر وبيبقى عنده معجبات ياما. وبالليل تيو بيروح لهيون وبيقوله انت من دلوقتي مش هينفع تخرج بشكلك ده لان انت بقيت شخصية مشهورة ولازم تتنكر عشان تهرب من الصحافة ومتقعدش تصورك. وفي اللحظة دي أونسونج بتبقى عاملة زي المخابرات وبتفضل واقفة تراقب هيون عشان تعرف هو بيحب هانا ولا لأ. وتاني يوم تصوير أونسونج بتتضايق لما المعجبات بيطلبوا منها ان هي تصورهم مع هيون وهانا، فبتضطر ان هي تصورهم، ولكن بعد ما المعجبات بيمشوا بتفضل واقفة بص عليهم عشان ما يقربوش من بعض. والمخرجة بتلاحظ ان أونسونج واقفة بتبص عليهم وهي كده ممكن تبوظ الانسجام والرومانسية اللي هم فيها، فبتروح لها وبتمشيها عشان تسيب لهم فرصة يقربوا من بعض. وفي الواقع ابننا هيون بتبقى نيته سليمة جدا وبيفضل طول الوقت باصص على أونسونج. وبعد لما بيخلص تصوير بيفضل يدور على أونسونج وبيسأل عليها المخرج، فالمخرج بيقوله ان هي مش هنا وبيبدأ يحكي له عن أونسونج وبيعرفه ان هي كانت متدربة شاطرة وكان ممكن تبقى ايدول المشهورة لولا اللي حصل معاها، وان هي محتاجة فرصة صغيرة تظهر على التلفزيون تاني عشان الناس ترجع تفتكرها وممكن ده يساعدها تحقق حلمها وتبقى ايدول. وهيون بيقتنع بكلام المخرج وبيتفرج على البرامج اللي أونسونج كانت طالعة فيها وبيبقى مبسوط قوي وهو شايفها، بس أونسونج ما بتبقاش مرتاحة له وبتبقى مفكرة ان هو بيوعد واحدة وقاعد يكلمها ومبسوط معاها، وبتفضل بصله طول الوقت لحد ما هيون بياخد باله فبيشيل التليفون وبيقعد ساكت. وبعد شوية هيون بيشوف أونسونج وهي بترقص وبيبقى معجب برقصها وبيقرر ان هو هيساعدها ويديها فرصة ان هي تطلع على التلفزيون عشان ترجع تتشهر تاني. وهيون بيستغل البرنامج اللي هو بيصوره مع هانا وبيفضل كل شوية ينادي على أونسونج ويقعدها ما بينهم عشان تظهر في الشاشة والناس ترجع تفتكرها. وطبعا أونسونج ما بتبقاش فاهمة هو بيعمل كده ليه، بس بتضطر ان هي تقعد وخلاص. وبعد شوية المخرجين بيطلبوا من هيون ان هو يرقص، بس هو بيقول لهم انا ما بعرفش ارقص، عارفين أونسونج اللي واقفة قدامكوا دي بتعرف ترقص وشاطرة على الاخر، تعالي يا أونسونج بقى عشان تعلميني. وطبعا أونسونج بتضطر ان هي توافق فبتروح وبترقص معاه، وللأسف شكلهم بيبقى وحش والناس كلها بتفضل تضحك عليها. وأونسونج بتزعل وبتحس بالإحراج وبتطلب من هيون ان هو ما يتدخلش في حياتها تاني ويبعد عنها عشان هو كده بيحرجها، وبتتعصب وبتسيبه وبتمشي. وطبعا هيون بيبقى زعلان ان هو زعل أونسونج من غير ما يقصد، فبيقرر ان هو هيروح ويصالحها. وأونسونج في الوقت ده بتكون نايمة في العربية، ولما هيون بيروح لها بيلاقيها نايمة فبيحط ايده يسند لها راسها عشان ما تتخبطش وبيفضل يبص لها بنظرات اعجاب وحب. وفي اللحظه دي اونو بيعدي وبيشوف هيون وهو ساند راس أونسونج فبيتضايق، خصوصا ان هو اللي متعود يسند لها راسها وهي نايمه. فاونو بيغير وبيقرر ان هو مش هيسيب أونسونج تضيع من بين ايديه ولازم يعمل حاجه عشان تبقى معاه. فاونو بياخدها معاه تجربه الاداء بتاعت فيلمه الجديد وبيقول لها انا شاركت في التجارب دي عشان خاطرك لان انت اللي طلبتي مني كده، وانا اساسا عارف ان هم مش هيختاروني، وده لان المخرج اللي جوه ما بيحبنيش. فأونسونج بتستغرب وبتقول له معقول في حد في كوكب الارض كله مش بيحبك يا اونو؟ وبتكون أونسونج عايزاه يشارك في الفيلم ده، وده لانها شافت المستقبل وعارفه ان هم هيختاروه. وبتطلب من اونو ان هو يقول لهم ان هو بيعرف يعزف بيانو وهم هيختاروه على طول. ولما أونو بيدخل تجارب الأداء بيبقى أداؤه كويس، بس للأسف المخرج ما بيبقاش طايقه فبيقرر إن هو هيمشيه. وفي اللحظة دي أونو بيقرر يسمع كلام أونسونج وبيقول لهم إن هو بيعرف يعزف بيانو، ولما بيسمعوه هو بيعزف بيعجبوا بيه وبيقرر إن هم هيدوله الدور. وطبعا أونو بيبقى طاير من الفرحة وبيفضل يشكر في أونسونج، وعشان يكافئها بيقول لها بالمناسبة السعيدة دي أنا عزمك النهاردة على العشاء بالليل. ولما كانوا خلاص ماشيين أونو بيعرف أونسونج إن هيون نزل صورة ليه مع هانا، ولما أونسونج بتبص على الصورة بتلاقيهم لابسين نفس الهدوم اللي هي شافتها في المستقبل، فبتعرف إن أكيد في الوقت ده هانا بتحاول تبوس هيون وإن في كاميرا بتصورهم وممكن يتفضحوا،
فبتطلب من نونو ان هو يركب العربية وبتطلع جري على مكان التصوير عشان تلحق تمنع الفضيحة قبل ما تحصل. وفعلا في الوقت ده هانا وهيون بيكونوا قاعدين في العربية يتدربوا على اغنيتهم الجديدة، وبتكون في كاميرا بتصورهم من غير ما ياخدوا بالهم. وطبعا اون سونج بتبقى متعصبة وغيرانة طول السكة، ولكنها بتقدر توصل في الوقت المناسب وبتمنع هانا من انها تبوس هيون، وبتحاول تبين ان هي مش غيرانة على هيون، فبتقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط وممكن يأثر على مستقبلكو. ولكن هانا بتحرجها وبتقول لها ان مفيش حاجة ما بينهم وان هم قاعدين هنا بس عشان يتدربوا على الاغنية الجديدة. بس في اللحظة دي المخرجين بيظهروا من ورا العربية وبيفضلوا يزعقوا لأونسونج، وده لأنهم كانوا بيصوروا برنامج الكاميرا الخفية. وطبعا بعد اللي أونسونج عملته الموضوع بيبوظ، وبتتضايق أونسونج من اللي هي عملته وبتفضل قاعدة زعلانة. ولما أونوبي يجيلها بتقوله يلا بينا عشان نخرج نتعشى زي ما اتفقنا، بس أونوبي فاجئها وبيسألها هو انت يا أونسونج بتشوفي المستقبل؟ وطبعا اونسونج بتتصدم من اللي هو بيقوله، وده لانها مش عايزة اي حد خالص يعرف ان هي بتشوف المستقبل. وونو بيكون سألها السؤال ده لان هو مستغرب ازاي هي عرفت ان هو هيكسب في تجارب الاداء لما يقول للمخرج ان هو بيعرف يعزف بيانو، وان ازاي هي عرفت ان في الوقت ده هيون وهانا مع بعض وان في حاجة هتحصل ما بينهم. وونو بيفضل بصص لها طول السكة وهم مروحين، وبيقول لها بما انك يا اونسونج عندك قوة خارقة، ليه بقى ما تتحوليش زي سوبرمان او بات مان اللي انا كنت بحبهم وانا صغير. فون سونج بتحاول تدارع الموضوع وبتقول له بقى ده منظر واحدة عندها قوة خارقة، انا لو عندي قوة كان زماني استغلتها وبقى معايا فلوس ياما وما اضطرتش اشتغل مديرة عندكم. وبتكون اون سونج كدبت عليه، وده لان ستها محذراها ان ممنوع حد يعرف القوة اللي عندها، وده لان لو حد عرف هيسبب لها مشاكل كتير ومش هتعرف تعيش حياة طبيعية. وتاني يوم كانج بتفضل تزعق لون سونج بعد اللي هي عملته امبارح مع هانا، وبتعرفها ان بسبب اللي هي عملته ده انتشر عليها اشاعات ان هي وهيون بيتواعدوا. وان سونج بتتصدم من اللي هي سمعته، فبتقول لكانج اكيد طبعا يعني مفيش حاجة ما بيني وما بين هيون، واكيد في سوء تفاهم والمعجبات هما اللي كبروا الموضوع على الفاضي. وبالليل اونو بياخد اون سونج على مسرح وبيفضل يعزف لها على البيانو، وبتكون هي مبسوطة قوي، فأونو بيعرض عليها ان هي تيجي تعزف معاه. ولما بتيجي تقعد جنبه بيبدأ يعلمها ازاي تعزف، وبيغنوا هما الاتنين وبيبقوا مبسوطين. وعشان أونو يفتكر الخروجة الرومانسية دي بيصورهم وهما بيعزفوا مع بعض، وبيفضل طول الوقت قاعد يتفرج عليها وهو مبسوط. وفي اللحظة دي هيون بيعدي وبيشوف الفيديو اللي أونو مصوره مع أون سونج وبيبدأ يغير. وأونو عشان يغيظه بيقوله أون سونج دي لطيفة قوي، أنا بفكر أنا وهي نغني أغنية رومانسية مع بعض، وأكيد طبعا الأغنية دي هتنجح وهتكسر الدنيا والناس هتقول علينا إن إحنا قابل مثالي ولايقين على بعض. فهيون بيتعصب وبيقول له أونو من الأحسن ليك إن أنت تبعد عن أون سونج عشان ما تضايقهاش. فأونو بيحرجه وبيقول له أنت أكتر واحد بتضايق أون سونج وأحسن لك تبعد عنها وما تقرب لهاش تاني. وبيبدأ أونو يقرب من أون سونج أكتر، فبيخليها تيجي معاه وهو بيمثل الفيلم الجديد. وأونو بيستغل إن هما لوحدهم فبيطلب منها إن هي تخرج معاه بالليل، وأون سونج بتوافق وبيتفقوا هما الاتنين. بس في اللحظة دي هيون بيدخل وبيقول لهم أنا فاضي أنا كمان فممكن أخرج معاكو. فأونو بيحاول يمنعه إن هو يجي معاهم وبيقول له إن هما خارجين بالليل عشان هو عنده تصوير. فهيون بيحس بالإحراج وبيضطر يقول لهم إن هو مش هيجي معاهم. وبالليل أونو بيلبس وبيتشيك عشان يروح يقابل أون سونج، وطبعا هيون بيبقى قاعد وهيولع. وأونو بيوصل للمكان اللي هما متفقين هيتقابلوا فيه وبيكون جايب لها ورد، ولما بتيجي أونو بيديها الورد اللي هو جايبه. وكانوا لسه هيدخلوا السينما، بس للأسف هيون بيتصل بأون سونج وبيعمل نفسه ان هو بيسألها عن حاجات في الشغل، والحاجات دي اون سونج بتكون مجهزاها فبتخلص معاه المكالمة بسرعة. بس هيون ما بيستسلمش وبيفضل كل شوية يتصل بيها عشان ما تلاقيش وقت تتكلم مع اونو وما يعرفش يقرب منها. ولما اون سونج بتقفل مع هيون، اونو بيستغل الفرصة وبيقول لها انت لازم تقفلي تليفونك عشان احنا داخلين السينما، وانت عارفة طبعا ان التليفونات ممنوعة، وكمان عشان نعرف نتكلم على راحتنا. وهي بتقتنع بكلامه وبتقفل التليفون، وبيخش هما الاتنين عشان يتفرجوا على الفيلم. وطبعا هيون لما بيعرف ان اون سونج قفلت التليفون بيبقى هيولع،
وفي البريك أونسونج بتروح الحمام، ولكنها بتسمع ان في ناس بتتكلم عليها وبيقولوا ان هي بتستغل الفرقة عشان تحقق حلمها وتتشهر، وان هي معدة هيون وانو في نفس الوقت، وقد ايه ان هي واحدة مش محترمة باللي هي بتعمله. وطبعا أونسونج بتكون سمع الكلام ده وبتتضايق، وطبعا بعد اللي هي سمعته ده بتروح لانو بتقوله ان هي مش هينفع تكمل الخروجة معاه، وده لانها عندها شغل ضروري. وعشان ما تزعلهوش بتاخد الورد اللي هو جايبه لها وبتطلع تجري. وطبعا انو بيتضايق من اللي هي عملته، لان هو كده مش هيعرف يخرج معاها ولا يقرب منها. وفي الوقت ده يوم بتبقى نار الغيرة ولعت في قلبه على الاخر، بس لما بيعرف من انو ان أونسونج سابته ومشيت وان هو ملحقش يتعشى معاها بيبقى طاير من الفرحة. وتاني يوم لما كان هيون بيتدرب مع هنا بتبدأ أونسونج تحس ان هي منجذبة لهيون، وبتبدأ تحس ان هو فعلا معجب بيها زي ما قالها. وفي الوقت ده انو بيروح لأونسونج مكتبها عشان يديها هدية، وبالصدفة بيلاقيها كانت مشغلة اغنية هيون وكانت قاعدة بتسمعها، فبيزعل وبيتضايق وبيحس ان هي بتحب هيون مش بتحبه هو. في اللحظة دي أونسونج بتيجي، فأنو بيديها الألبوم الجديد بتاعهم اللي لسه ما نزلش كهدية، وأونسونج بتكون عايزة تصالحه بعد اللي عملته معاه في السينما المرة اللي فاتت، وبتقترح عليه ان هما يخرجوا يتعشوا مع بعض، بس هو بيكون زعلان فبيقول لها انا مش فاضي وبيسيبها وبيمشي. وبتبدأ الشركة كلها تجهز نفسها، وحالة التوتر بتسيطر على المكان، وده لان الألبوم الجديد بتاع سول هينزل، وطبعا اعضاء الفرقة كلهم بيبقوا متوترين على الاخر. وأونسونج هي كمان بتفضل قاعدة طول الليل متوترة، ولما هيون بيلاقيها قاعدة لوحدها بيستغل الفرصة وبيروح يقعد معاها وبيعترف لها بحبه، وبيعرفها ان هو مش هيعرف يوعدها طول الثلاث سنين الجايين، وده لانه وقع عقد مع الشركة، والعقد ده فيه بند ان ممنوع الايدول يواعد لمدة 3 سنين، وبيقول لها ان هو اعترف لها عشان ما يرجعش يندم طول الفترة اللي جاية. وبعد شوية الالبوم الجديد لفرقة سول بيبدأ ينزل، وطبعا نادي المعجبات بونو بيفضلوا يقولوا للناس ان هم يسمعوا الاغنية، وده لانها اكيد هتبقى حلوة، بس للأسف الأغنية ما بتنجحش زي ما كانوا عايزين، وبتحقق المركز 51. وطبعا الفرقة كلها بتتضايق وبتحس بالإحباط. وفي الوقت ده الشركة بتعمل اجتماع، وكانج بتقول ان فرقة سول في خطر، وان لو الأغنية بتاعتهم ما جابتش مشاهدات عالية في احتمال كبير ان هم ما يغنوش تاني. وطبعا أونسونج بتتضايق من الكلام ده جدا. وبعد شوية بتروح تزور جدتها في دار رعاية المسنين، فجدتها بتسألها وبتقول لها هو هيون صاحبك عامل ايه دلوقتي؟ وطبعا أونسونج بتستغرب اللي جدتها بتقوله، وبنرجع بالزمن وبنعرف فعلا ان أونسونج وهيون كانوا صحاب من وهم صغيرين، بس هو سابها وسافر منغوليا وهو صغير، وعشان كده حاليا هما الاتنين مش فاكرين بعض. وفي اللحظة دي الدكتورة بتدخل وبتقول لأونسونج ان اكيد جدتها قالت الكلام ده لان هي متأثرة بالافلام اللي بتتفرج عليها. ولما أونسونج كانت في المستشفى بتشوف واحد طالع في برنامج وبيقول على نفسه ان هو بيعرف يشوف المستقبل، وبيكون الراجل ده عارف اسرار كتير عن رؤية المستقبل، فأونسونج بتقرر ان هي لازم تروح تقابله. ولما أونسونج بتروح له بتحكي له ان هي بتعرف تشوف المستقبل، فهو بيقول لها ان هي مش بتعرف تشوف المستقبل، وان القوة اللي عندها دي قوة تنبؤ، وان التنبؤ ده ممكن يتحقق وممكن ما يتحققش، وان هي لو حاولت تغير الحاضر المستقبل كمان بيتغير. وبيعرفها ان التنبؤ اللي هي بتعمله ده ممكن يسبب لها اضرار، زي ان هي تفقد حد عزيز عليها او تبتدي تنسى حاجات من ذكرياتها. وبعد اللي أونسونج بتسمعه بتقرر ان هي هتتنبأ بالمستقبل عشان تعرف فرقة سول هيحصل معاها ايه وتقدر تساعدها. وأونسونج بتقدر تشوف ان في اغنية معينة في الالبوم بتاعهم هتتشهر وتحقق لهم نجاح جامد، وبتستغل ان هما في الوقت ده بيصوروا اعلان فراخ، فبتروح تطلب من المخرجة ان هي تشغل اغنية الالبوم الجديد بتاعهم في الخلفية ويرقصوا عليها وهم بيصوروا الاعلان. ومن حظ أونسونج ان المخرجة بتوافق، فبيشغلوا الاغنية وبيرقصوا عليها وهم بيصوروا. وبعد كام يوم بنلاقي واحدة مشهورة فاتحة لايف وبنتها دخلت عليها وهي ماسكة الفراخ اللي فرقة سول كانت بتعمل لها اعلان، بس والد الطفلة بيجي ويطلعها، ولكن كرتونة الفراخ اللي عليها رسومات فرقة سول بتفضل موجودة في اللايف. ومن حظهم الحلو ان الفيديو ده بيتنشر وبيحقق مشاهدات عالية، والناس كلها بتدخل تسمع الاغاني بتاعتهم. وفي الوقت ده أونسونج بتكون نايمة، ولكن المدير بتاعها بيصحيها، واول لما بتعرف ان الاغنية بقت المركز السادس وبقت الترند بتبقى مبسوطة على الاخر. وفرقة سول اخيرا النحس بتاعهم بيتفك والدنيا بتضحك لهم زي الاول، وبيرجعوا مشهورين تاني. ومش بس بقوا مشهورين في كوريا، لا دول كمان بقوا مشهورين في الصين اللي بقت تعمل انيميشن على شكلهم،
واستغلالا لنجاح الفرقة، تيو بيعمل أغنية مع أوني وبتبقى مكسرة الدنيا هي كمان، وهيون هو كمان أخيرا بيقدر يعمل الأغنية الرومانسية مع هانا، وأونو أخيرا بقى ياخد أدوار كبيرة، وده لأن بعد النجاح اللي هو حققه بقت تجيله عروض تمثيل كتير. وون سونج طبعا بتبقى مبسوطة أن أخيرا حاجة من اللي هي تنبأت بيها حصلت والفرقة رجعت لمكانتها تاني. بس للأسف إيريب بيروح لأونسونج وبيقول لها إن هو اتفضح، فإيريب بيحكي لها وبيقول لها إن هو في مرة كان بيستحمى في المدرسة وفي واحد جه سرق منه الهدوم، وإن هو فضل يكلمها كتير بس تليفونها في الوقت ده كان مقفول وما كانش عارف يعمل إيه، فبيضطر إن هو يطلب من صاحبته سولجي اللي كانت معاه في الوقت ده في المدرسة إن هي تجيب له هدوم، فسولجي بتجيب له الهدوم وإيريب بيلبسها، ولكن للأسف بيبقى في واحد واقف بيصورهم من غير ما ياخدوا بالهم، وان الفيديو ده اتنشر وطلعت عليه اشاعة ان هو بيوعد سولجي، فأون سونج بتاخد الفيديو وبتروح توريه لكانج وبتقول لها ان هما لازم يسيطروا على الوضع بسرعة قبل ما الاشاعات دي تكبر، فكانج بتطمن أون سونج وبتقول لها ما تقلقيش انا هتصرف في الموضوع ده، وكانج بتروح المدرسة عشان تحاول تعرف ايه اللي حصل، وبنعرف ان الايدول المشهور اللي مع إيريب في الفصل هو وزمايله المتنمرين اللي صوروا الفيديو ده عشان يفضحوا إيريب، وما بيكونش حد عارف ان هما اللي عملوا كده، وبتفضل كانج تضغط على الطلاب عشان يعترفوا مين اللي عمل كده، وبتقدر ان هي تحل المشكلة في الاخر، وسولجي بتعرفها ان الطلاب مسحوا الفيديو وان هما وعدوها ان هما مش هيعملوا كده تاني، وسولجي بتطلب من كانج ان هي عايزة تشتغل معهم في شركة ستارلايت بس مش كايدول ولكن كمديرة اعمال فرقة، وده لان سولجي معجبة بأون سونج خصوصا ان إيريب بيقعد يحكي لها عنها كتير، ولما أون سونج كانت في الشركة أوني بتيجي تزورها وبتبدأ تحكي لها عن ذكرياتهم في الماضي، وبتستغرب أون سونج انها مش فاكرة اي حاجة من اللي أوني بتحكيها، وفي الوقت ده زميلة أون سونج في الشركة بتيجي وبتطلب منها شغل، وبتكتشف أون سونج ان هي ناسياه رغم ان هي معلمة جنبه وقايلة ان هو مهم، وبتفتكر كلام الراجل لما قال لها ان التنبؤ بالمستقبل هيأثر عليها وممكن يخليها تنسى حاجات من ذكرياتها، وفي الوقت ده الشركة بيكون عندها حفلة احتفالا بالذكرى العاشرة ليها، وأون سونج بتاخد الجاكيت بتاع المدير بتاعها بالغلط، ولما بتفتح تليفونه عشان تعرف مين اللي بيكلمه بتلاقي هيون بعت له رسالة، وهيون بيقول له في الرسالة ان هو خلاص جاهز نفسه وهيسافر منغوليا، وفي الوقت ده هيون بيوصل فأون سونج بتتعصب وبتاخده عشان يتكلموا لوحدهم، وبتبدأ أون سونج تزعله وبتقوله انت ازاي هتسافر منغوليا من غير ما تعرفني، هو انا يعني مش مهمة بالنسبة لك عشان ما تقوليش، وهيون ما بيبقاش فاهم هي بتتكلم عن ايه، وبيعرفها ان هو مسافر منغوليا عشان عنده حفلة هناك، وان هو لما هيخلص الحفلة هيرجع تاني، فأون سونج بتتصدم وده لان هي كانت مفكرة ان هو هيسافر منغوليا ومش هيرجع كوريا تاني، وهيون بيلاحظ ان هي بتعمل كل ده عشان معجبة بيه، فبيستغل الفرصة وبيقولها انت لو عايزة اقعد جنبك انا ممكن اقعد عادي، فأون سونج بتتكسف وبتقوله احنا محتاجين نفكر احنا هنعمل ايه، وده لانك ما ينفعش توعد لمدة 3 سنين حسب عقدك مع الشركة، فهيون بيقول لها ما تقلقيش انا هتصرف، وبيضطر ان هما يمشوا عشان الحفلة بدأت، واثناء الحفلة رئيس الشركة بيجي وبيودع كانج، وبنعرف ان كانج قدمت استقالتها وقررت تسيب الشركة، وده لانها عايزة تفتح شركة ايدول تانية لوحدها، وفي الوقت ده أون سونج بتشوف المستقبل وبتعرف ان هي هتبقى الرئيسة التنفيذية بدل كانج، وان في الفترة اللي هي ماسكة فيها الشركة فرقة سول هتتفكك، وطبعا أون سونج ما بتكونش عايزة الفرقة تتفكك، فبتقرر ان هي هتغير الحاضر وبناء على ذلك المستقبل هيتغير، فبتجري على كانج وبتعرفها ان هي كمان هتستقيل وتيجي تشتغل معاها في شركتها الجديدة، وطبعا الكل بيستغرب، وهيون بيطلع يجري ورا أون سونج وبيطلب منها ان هي تستنى في الشركة، بس هي بتقوله ان هي مضطرة تعمل كده ومش هتعرف تشرح له ليه، فبتضطر تسيبه وبتمشي وبتروح مع كانج، وكانج بتاخدها مقر الشركة اللي هم مفروض هيشتغلوا فيه، وبيكون عبارة عن مكان مليان كراكيب وزبالة، في الوقت ده أون سونج بتشوف المستقبل وبتعرف ان هي هتبقى الرئيسة التنفيذية للشركة، وان سولجي صاحبة إيريب هتكون شغالة معاها، وانها في الوقت ده راح تجيب فنان جديد من المطار، ولما بتروح تقابله بيقول لها من الواضح ان فرقة سول دي مشهورة قوي لان عندها معجبات كتير، فأون سونج بتستغرب وبتقوله فرقة سول مين انا معرفش الفرقة دي اساسا، وبتستغرب أون سونج ازاي هي متعرفتش على فرقة سول في المستقبل، وبتعرف ان المستقبل هيتغير لانها عمالة تغير في الحاضر، ونروح لفرقة سول اللي بيقرروا يعملوا تصويت هل هيفضلوا في شركة ستارلايت ولا هيمشوا، بس للأسف مش بيجيبوا نتيجة التصويت، وده لأن الموسم الأول من المسلسل خلص، واحنا بقى قاعدين مستنيين لما يصوروا الموسم التاني من المسلسل عشان نعرف الأبطال هيعملوا ايه،
وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة. سلام.